تم التوصل إلى النتائج التالية: قام نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترأس مجموعة التفاوض، فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة. تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة، السادس عشر أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذ الجريمة عددهم 4 أشخاص، السابع عشر تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل القيام بتقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق